إلى مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواحي أهو ثم إلى أبائي وأمهاتي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وعلى كل وصف كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء بينهم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواحي أهو ثم إلى أرواحي آبائي وأمهاتي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وعلى كل وصف كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء بينهم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتي أجرا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين، اللهم صل على سيدنا محمد في المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وتقبل منا جميع عبادتنا وأعمالنا يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا جواد كريم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا وما عملنا في
هذا المجلس الكريم من قراءة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس وسائر آياتك من كتابك الكريم وسائر كلمات الطيبات التي نذكر ونقرأ في هذا المكان وفي هذا المجلس الكريم. تقبلها منا جميعا وأوصل ثوابها هدية واصلة لروح أخينا في الدين وباقيي تجي طه عبد الرحمن. اللهم لأجل هذه العملية اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبراد. اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأعذه من عذاب القبر وفتنته. اللهم اجعل الموتى أخينا في الدين بابا يا يجيدها عبد الرحمن موتى الحسن الخاتم. اللهم اجعل موته موتى الحسن الخاتم. اللهم اجعل موته يا الله موتى الحسن الخاتم واجعل أهله صابرين على هذه المصيبة. اللهم يا كريم اللهم يا رحيم. اللهم نحن الذين قد ذكرنا وحضرنا في هذا المجلس الكريم إننا نحن قد شهدنا أن أخينا بابا كيي أجيتها عبد الرحمن من عبادك الصالحين من عبادك المتقين من عبادك الذاكرين آمين. وهو من أهل الذكر وهو من أهل لا إله إلا الله آمين. نذكر ذكر معنا في هذه الحياة الدنيا حين حياتها معنا يا الله ونحن على ذلك من الشهيدين. اللهم لأجل ذلك اللهم يا الله ثبت قلبه بكلمة لا إله إلا الله ثبت قلبه بكلمة لا إله إلا الله حين وفاته وحين في قبره. اللهم يا الله اللهم يا الله يا رحمن اللهم يا الله يا رحيم. اللهم أدخله إلى جنتك النعيم كما قلت في قرآنك العظيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي جنتي وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم أدخلنا وأدخل أخينا بالدين بابكي يجي طه عبد الرحمن في جنتك الخلود. اللهم يا الله يا غفور يا ودود. اللهم يا الله هذا الدعاء ومنك القبول وهذا السؤال ومنك الاستجابة. استجب لنا استجب لنا استجب لنا بحق نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكرمة شيخ عبد القادر الجيلاني وبكرمة وبركة شيخنا المكرم سيدي شيخ عبد الله مبارك وبكرمة وبركة شيخنا المكرم سيدي شيخ أحمد صاحب الوفاة جل العارفين وببركة وكاتي هذا المجلس الكريم. اللهم تقبل منا جميعا. اللهم اقضي حوائجنا وبلغ مقاصدنا. اللهم يا الله اللهم يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات آمين. والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واعتصموا بحبل الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim.
ثم إلى إبراهيم يعني سلسلة القادرية ثم يا جميع يا لدرقي خصوصا إلى أبرد سلطان الأولياء وموطن عظم قد العالمين السيد شاه عبد القادر الجيلاني السيد شاه بن القاسم جنيد البغدادي والسيد شاه محفوظ بسمباسي بن عبد الغفار والسيد شاه طلحة بن سابو سربان والسيد شاه عبد الكريم بغداد وأبرد سيدنا المكرم السيد شاه عبد الله مبارك بن محمد وأبرد سيدنا المكرم السيد شاه صحيح الأفضل المعرفين ووصولهم وفروعهم ولسلسلتهم والآخذين عنهم شيء لا إله إلا هو الفاتحة. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يا سيدي اللهم صل على النبي Abdurrahman. Dan dari keluarga
mengaturkan banyak terima kasih kepada semua saja yang hadir melakukan takziah pada kesempatan kali ini, para haji muziat dan para keluarga juga. Mohon maaf kiranya dalam kesempatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para muazzin muazziat. Dan mari kita akhiri, kita tutup majelis kita pada malam hari ini dan bisa dilanjutkan dengan wawan rendah piambak-piambak kali sak rencang lan monggo sak sekalipun nanging majelis menika semoga kita tutup kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.